أتكلم عن موضوع سارة الوداني. أعتقد الموضوع وايد تم تكبيره، ولكن بصراحة الموضوع بحد ذاته كبير، لأنه أعتقد من العيب والمخجل إن إنسانة جاية تقدم برنامج في دولة تمجد من غزاها. هل هذا شنو أفهم؟ هل هذا نفاق؟ هذه ازدواجية؟ هل هذا تكسب؟ يعني أنا نفسي أعرف، هل يعني أنتوا شنو ثقافتكم اللي بعمركم اللي قاعدين تمجدون في طاغية اغتصب أعراض العراقيات قبل الكويتيات، اعتدى على يعني على الأعراض، على الشرف، على السيادة في كل مكان؟ نفسي أفهم. وأنا على مبدأ يبا شتم الملك فهد، اللي هو أساسا الملك فهد ذرة من ترابه ما تسوى، يعني صدام ما يوصل يمها شيء. كيف يكونون شعب يعني وأفراد من شعب الملك فهد الله يرحمه ويغمد روح الجنة يمجدون طاغية أساء لكل العرب، شتم كل العرب بأعراضهم بشرفهم، شتم الملك فهد وأطلق على السعودية صواريخ، يعني انتهك حرمة بلدكم وسيادتها. تين يا أستاذة سارة الودعاني أنت مع هذاك مال زلزلة تمجدونه؟ ترى على فكرة هو أنتوا لهالدرجة ما في إحساس. أنا أتحكي عن تصرفات أفراد، ما أقدر أتحكي عن الشعب السعودي كله، لأن أنا واثقة أن في مخلصين وشرفاء في الشعب السعودي ما يقبلون هذا، أن ترحم على سفاح. يعني الله حرم قتل النفس البريئة إلا بالحق، هذا قتلهم من غير حق، ما في شيء اسمه. انت حتى يهودي ما تقدر تذبحه من غير حق، شون يعني هو ذبح الناس؟ فانتوا على اي اساس يا صغار تمجدون هذا الطاغية اللي اساء؟ يعني بسألكم سؤال، يعني احنا ما نقدر نمجد في الحوثيين نكاية؟ يعني بسألكم سؤال من المنطق، انت الحين قاعد تمجد بعدوي وانا اقدر هم امجد بعدوك، صح؟ يعني انتوا تزعلون لما يطلع واحد ولا اثنين من الكويتيين يمجدون في قطر في عز الأزمة الخليجية، تزعلون يا السعوديين، صح؟ زين انت عندك اللي قاعد تتكلم، انت عندك كرامة، وشعب الكويتي ما عندك كرامة لما انت تمجد بصدام؟ سارة الودعاني شلون الكويتيين الكويت وانت متمجدة في طاغية اساء للكويتيين وهتك اعراضهم وقعدنا بسجن 7 شهور ويكفي الأسرة اللي قتلهم حوالي 400 شخص، هذول ايش كثر تركوا من وراهم من عائلات، من أرامل، من أولاد ما قدروا يتمتعون بأمهم وأبوهم، لأن الطاغية قرر إنه يقتل أمهم وأبوهم لمزاجه الشخصي عشان يحرق قلب الكويتيين. شوية واش ما يعني سارة الودعاني، أنت الزمن عطاك فرصة إنك تشتهرين، ولا أنت واضح لا ثقافة ولا إدراك؟ لو عندك إدراك ما حد يمجد طاغية. يعني أنا يروح أمجد هتلر عشان أقول والله إيه تمام حط اليهود بالأفران؟ زين وهاليهود اللي ما لهم ذنب؟ هذول مو بشر الله خالقهم؟ على أي أساس يتم حرقهم في الأفران؟ لا، هذه نظريات مريضة، نظريات ضعيفة. تثقفوا وتعلموا قبل ما تحطوا ريلكم في أي دولة، تأكدوا أن أنتوا أسأتوا لهذه الدولة ولا لا. حسافة أن أنت سارة الودعاني تسيئين لبلد جار. أبوك الملك فهد رفض أن تظل محتلة، أنت مجدتي المحتل.